معلش انا عايز افهم حاجه، يعني هو انتوا الاوضه اللي جوه دي اصلا مش انتوا من وانا صغير بتقولوا ان هي اوضتي؟ حلو، يعني مش مأجرينها. هتفرق معاكم في ايه دلوقتي ولا بعد سنه ولا بعد 10 سنين ولا ما اتجوزش اساسا؟ ما انا مش فاهم. هل انتوا مثلا يعني انا باكل اكلكم؟ ما انا عايز افهم. معلش انا عايز افهم. انا باكل اكلكم يعني؟ هل انا بنام مكان حد فيكم؟ هل مثلا انا همشي انتوا هتعملوا في اوضتي استثمارات وبملايين؟ هل في كنز تحت السرير انتوا مستنيين اخرج بره الاوضه عشان تحفروا وتجيبوا الكنز؟ ما انا مش فاهم. انا برضو انا يعني انا مش قادر افهم. ثانيه واحده، انت يا خالي عندك بنت عايز تجوزاني؟ ما عندكش. خلاص بتتكلم ليه بقى؟ مع احترامي يا عمتي، هو انا اول واحد يقول على بنتك مش حلوه؟ ما انا اسف بقى، ما انا اسف، معلش. ما هو ايه اللي هنفرح بيك امتى؟ هنفرح بيك امتى؟ هل انا ليا صلاحيه معينه في البيت ده؟ يعني انا في البيت ده عندي لغايه 28 سنه، بعد 28 بيوم هتطردوني؟ هل انا باكل الاكل الفظيع اللي خسركم وجاي عليكم بخساره؟ الاوضه هتاجرها؟ هل انت بتدفع ارضيه فكل يوم انا قاعد فيه في البيت ده عليك بخساره؟ هو انا مدمن؟ هو انا لما اخذ كل يوم بوديكوا الاسم؟ ما تفرحوا، افرحوا بيا كده. انتوا لازم تفرحوا بيا لما اتجوز. انتوا ليه تبنوا سعادتكم على تعاسه الاخرين؟ ده انتوا غربه قوي. رد عليا، انا وجودي في البيت عامل مشاكل في ايه؟ ما انا مش فاهم. ما انا متخرج وزي القمر وبشتغل وبصرف على نفسي، في ما تفرحوا بيا كده. يا سيدي مش متعصب ولا زفت، انا مش متعصب، بس انتوا اللي ما فيش خالص. انت لولا ان مراتك قاعده جنبك والله ما هتفتح معايا الموضوع. ما تخلينيش اقول لها بقى انت كنت بتقول لي ايه على القهوه. ما اتعصبناش بقى يا خال الله. ومعلش يا عمتي يعني انا اسف، هو انت من امتى نفسك اتفتحت على الجواز قوي؟ ولا هي كده؟ ولا هو ايه؟ هو دايما المدمن يحب يخلي اللي حواليه كلهم مدمنين زيه. انت رجلك جت في الخلفة اتجوزتي، فعايزه كلنا بقى نتجوز. انت هتشيل الطين لوحدك؟ كلنا عايزين نشيل الطين. نفرح بيك امتى؟ نفرح بيك امتى؟ نفرح انا لو ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده يا شيخه ده؟ ما انا هتجنن والله، انا فعلا هتجنن. انا عايز افهم انا وجودي في البيت ده واقع عليكم بخساره في ايه؟